وعليكم السلام. هل تبيع اليقطين أيها البقال؟ الرطلم. اسمع يا أبا حكيم، لن أبيع بالسعر القديم. ولما لا يا بني؟ هذا سعر نبيع ونشتري به أنا وأبو وائل، وكلانا مرتاح في ذلك منذ زمن طويل. أرأيت؟ ماذا؟ أنت قلتها بنفسك، منذ زمن طويل. نعم يا بني، فأنا وأبو وائل بدأنا تجارتنا معا. اسمع يا أبا حكيم، اليوم أنا سيد هذا المكان، وقد أعطاني عمي الإذن في أن أفعل ما يحلو لي ثقة منه بي، وقد رجعت هذا السجل فوجدت أن تجارة عمي معك هي أردأ تجارة في هذا السوق. وكذلك أنا ربحي قليل لأن ليست هذه تجارة. ما تصنعونه ليس بالتجارة التي أعرف، تبيعون وتشترون بلا أي ربح، هذه تجارة أم خسارة؟ صدق، فما نربحه في الغالب قليل لأن الربح ليس هما لنا. ما تفعلونه سيذهب عبثا ولا أحب أن أخوض فيه. يا جاهل، إن رأيت ربحنا قليلا في هذا فإننا نحمد الله، لأن هؤلاء الفقراء يستطيعون شراء بضاعتنا وإعالة أبنائهم من جراء ذلك. إنك حقا لا تفهم. يا سيدي يا سيدي، ماذا هناك يا جاهل؟ لقد فتح سيدي عينيه، ضغط على يدي بيده، أحسست بها دافئة كما كانت قبل مرضه. اذهب اذهب واحضر لي شرابا. هيا هيا. السلام عليكم. عظم الله أجوركم يا سيدي. وعظم الله أجوركم يا أبا مسلم. صدقني يا عم، إن ما فعله طلحة فعله من تلقاء نفسه. نفس دنيئة لا يفكر بغيره. لقد تغير البيت كثيرا منذ قدومه إلينا. باع بيته ووضع ماله في خزانته، فهو لا ينفق شيئا من ماله. وكيف حال زياد اليوم؟ الحمد لله، يفتح عينيه، يشرب قليلا ويأكل قليلا. أيتكلم معكم؟ لا، لم يقل ولو كلمة واحدة حتى الآن. لقد كانت لأبي فيك فراسة، ألح رحمه الله أن تكون من فتياننا. وأنا من فتيانكم المطيعين يا سيدي، ما حييت. لا أريد أن أخفي عليك يا عبد الرحمن، وأنت الآن من صفوة التي أعتمد عليهم. إننا وبفضل جهود أبي وبكير بن مهان وغيرهم قد أضحى لنا من الأنصار عدد لا يستهان به، وقد آن الأوان أن تكون خراسان لنا. نعم يا سيدي، أنا أعلم أن شعاركم الذي رفعتموه يجتمع تحته الآلاف ممن يوالونكم ويرغبون بحكمكم. أريدك أن تذهب للعراق وخراسان، ومن تلقاه في الطريق ممن يتولانا وتأمنه، فتخبرهم بخبر وفاة أبي وخبر إمامتي عليهم. إننا بإذن الله سنعلن خلافتنا قريبا. إن شاء الله يا سيدي.
هيا يا سيدي تشجع وقم، عد إلى ما كنت عليه، فأنا والله نشتاق لسماع صوتك. قم يا سيدي قم، فأنا طلحة لن يحل محلك. ماذا يا سيدي؟ ماذا قلت؟ والله لا أفهم ما تقول. لقد أساء طلحة إلى بعض أصحابك من التجار كأبي حكيم، ولم يعد لأبي حكيم رغبة في التعامل معه. ثم أنه قد سألني أكثر من مرة عن أملاكك وعن السجل الذي تكتب فيه كل صغيرة وكبيرة، لكنني لم أدله، وهو يبحث عنه دون كلل أو ملل، ولا أدري إن كان قد ظفر به أم لم يظفر. قل لي يا سيدي، هل أبلغ سيدتي زينب بذلك؟ كيف حالك يا أبي؟ قال الله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هل عندك علم بهذه الآية؟ يا فضيل، إن كل إمام جائر فإن أتباعه إذا أمر بهم إلى النار نادوا باسمه، قالوا: يا فلان، يا من أهلكنا، هلم فخلصنا مما نحن فيه، ثم دعوا بالويل والثبور. عندها يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. حدثني أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة. يا علي، أنت وأتباعك في الجنة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. آل محمد. اللهم أني كلما قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، فألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. سيدي، لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فبعدتني. إلهي، أنت الغفور الرحيم، وأنا عبدك الدليل بين يديك، فاغفر لي إلهي. كما قلت لك، الله أكبر، إنه يصلي صلاة تلو الصلاة. لا وقت لدينا، لا وقت لدينا، يجب أن نخرج الآن. قل لي ماذا حصل؟
لقد قبضوا على طعمة وعامر. وكيف عرفوا بأمرهما؟ إن لهم من العيون ما يكفي لرصد أنفاس المسلمين جميعا، وأخاف أن يصل الأمر إلى الحسن بن الصلت واليهم على الكوفة فيكون أسرع إلى زيد منا. علينا أن نتحرك سريعا. أنا سأهيئ الراحلة، وأنت عندما ينتهي من صلاته أخبره بالأمر قبل أن نصلي الأخرى. حسنا، هيا أسرع. ما الذي أنت فاعله؟ أنا خارج مع زيد بن علي. لم أصدق أنك عدت إلينا ولأولادك. إن عدت حيا فأنا لهم، وإن لم أعد فلهم الله يتكفلهم ويرعاهم. أراكم على خير. خذني معك يا أبي. ما زلت صغيرا على هذا يا ولدي. يا أبا عبد الله، هذا الرجل يجادلني فيما يفعل. وما يفعل؟ يغافل باعة السوق فيأخذ من بضائعهم ويعطيها للمحتاجين، ويقول عما يفعله إنه خير. وما هي حجتك في ذلك؟ هل لك بالقرآن كتاب الله؟ وما الذي جهلته من القرآن؟ قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، فهذه أربع سيئات. فلما تصدقت بكل واحد من الرغيفين والرمانتين أصبحت عندي 40 حسنة. فانتقص من 40 حسنة 4 سيئات، بقي لي 36 حسنة. أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت أنه عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنك لما سرقت رغيفين ورمانتين كانت 4 سيئات، ولما دفعتها إلى غير صاحبها بغير أمر الخباز وبائع الرمان إنما أضفت 4 سيئات إلى 4 سيئات مثلهن. وبمثل هذا التأويل القبيح المنكر يضلون ويضلون. أمر مولاي. مولاي، ألم يحن وقت التفكير بالزواج؟ ولما تفاتحني بهذا الأمر؟ لكي لا تلقى وجه ربك وأنت عزب. وهل هناك امرأة ما؟ الكثيرات يا مولاي، كلهن أميرات ذوات حسب ونسب وأمويات. معك حق، أريد أن أتزوج أميرة أموية. عبيدة، عبيدة، ما بك يا عمة؟ سمعت من أفراد عائلة الخليفة هشام أنه يبحث عن امرأة كزوجة له عوضا عن أم حكيم. حقا؟ وعلى من وقع اختياره؟ ليس بعد. وكيف له أن يحظى بامرأة جميلة بهية الطلة كأم حكيم؟
كم كنت أغبطها على محبته لها. ولم يكن ذلك يرضيها، دائما كانت تتعالى. سمعت مرارا من خلال زيارات المتكررة لزوجة مسلمة بن هشام، كانوا يخوضون بتململ الخليفة وشكواه الدائمة من إهمالها إياه. يحق لخليفة المسلمين أن يحظى بزوجة يرتاح لها كي يتفرغ لشؤون البلاد. قيل لي إن الخليفة يفكر بفتاة أموية الأصل، وربما من سيقع عليها الاختيار؟ أرجوك يا عمة، أريد به. تفاءلوا بالخير تجدوه، وقد ذكروا أمامه كل الأميرات الأمويات وأنت من بينهن. والله لو كنت أمامه على الدوام لما رماني بنظرة. أنا أعرف نصيبي، تربيت يتيمة الأب والأم، وعانيت من الحرمان حتى حسدت كل إنسان والداه على قيد الحياة. عبيدة، وبماذا قصرت معك ها لتكوني بكل هذا اليأس؟ يا عمة، لو كان لي أب حي لكان الآن أميرا على ولاية أو وزيرا للخليفة، ولكنت وجدت الخطاب يتهافتون على بابنا. أنت بجميع الأحوال أميرة، وأميرة أموية كما يرغب الخليفة، تقاربينه بالنسب وتلتقين معه في أصول العائلة، وفوق كل هذا فأنت فتاة شابة وجميلة. هل تعرفين أين أجد خاتم أبيك يا زينة؟ لا لا أعرف، لم أره منذ أصابه هذا المرض. لا أدري ماذا أصنع، فلا أستطيع أن أبيع أو أشتري شيئا دون الخاتم. وماذا عن خاتمك؟ معاملاته هو تختم بخاتمه، هكذا تسير الأمور في السوق. سأله. أما زلت مريضا؟ كيف أنت يا عمة؟ أريد أن أشتري لك عقارا ولا أجد الخاتم، هل هو عندك؟ لم يبقى سوى الخسارة. وأين سنلتقي ببقية الفرسان يا عطية؟ اتفقنا أن نلتقي على مسيرة يوم من هنا. كما أتمنى الشهادة في سبيل الله وفي نصرة زيد بن علي. والله ليس أحب إلى قلبي من الشهادة في سبيل الله وفي نصرة أهل بيت نبيه. سمي بالله يا أخي. بسم الله. نعمان، خذ هذه لأبي زهير. اسمع، لا تأخذ منه مالا فهو رجل فقير. أمرك يا سيدي. السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. ها، ما وراءك؟ لقد بعثني سيدي أبو وائل. هل تعافى وانطلق لسانه؟ أمره بيد الله، لا نعلم شيئا، فهو لا ينطق إلا بكلمات قليلة. شافاه الله، فهو رجل صالح خير تقي. لقد سألني عنك، قال لي أريد صخر، أريد صخرا، وقد جئت لإبلاغك. أنا؟ أجل، أنت. لا أدري يا عمة، يقولون أن الخليفة بخيل اليد. بخل الخليفة يدل على حرصه على بيت مال المسلمين ليدفع منها لقتال عدو وللدفاع عن أراضي الإسلام وسد حاجات المسلمين. ولكنه حاد الطباع، يشكو المقربون منه تمسكه برأيه ولا يعفو عن خصومه.
دعك من أمور الحب، لا شأن لنا بها. ما يعرفه الخليفة لا تستوعبه مداركنا. المهم أنه أمير أموي، عسى الله أن يرزقك منه بغلام يكون ذا شأن مع الأيام. أنا خائفة أن أكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، قد يعاملني كجارية في قصره على عادة الحكام الذين يعيشون بين أمهات الأولاد. هذا يتوقف على شطارتك أيتها الأميرة. ماذا فعلت بدينك يا أسعد؟ قد أعطاني إياه غريمي يا سيدي. فهل ترى أن ما صنعته أنت خير أم ما أوصيتك به؟ ماذا فعلت يا أخي؟ كان لي على بعض بني الحسن مالا، وقد أعياني أخذه، وأخذ يتباطأ حتى جرى بيني وبينه كلام، ولم أكن آمن أن يجري الشيطان بيني وبينه في ذلك ما أغتم به. فسألت أبا عبد الله فقال لي ليس هذا طريق التقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت. فماذا حصل؟ ما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أعطاني مالا، فلا أنا آذيته ولا هو تركني طويلا. أتأذن لي بشكوى يا مولاي؟ على من من إخوانك؟ على إبراهيم بن ناصر يا مولاي. يا إبراهيم، ما لمصادف يشكوك؟ يشكوني لأني استقضيت حقي، وكيف يكون طلب حقي سوءا يا ابن رسول الله؟ أرأيت ما قال الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم فكان جوره هو سوء الحساب؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. عندك علم بعمي زيد؟ اجلس وهات ما عندك، اجلس. لقد رأيتها يا مولاي. ومن هي؟ أميرة أموية مثل ما تحب، جميلة ومؤدبة وحافظة للقرآن. ومتى يمكنني أن أراها؟ هل حقا بدأ يتكلم سيدي؟ الحمد لله، بدأت تنحل عقدة لسانه شيئا فشيئا، وبدأ يحرك يده أفضل من ذي قبل، ولكن قواه خائرة ويحتاج إلى الطعام. سأشتري له الآن أفضل قطعة لحم في السوق وسأطهوها له، لعله يقوم من طيب رائحتها. الحمد لله، أبلغ زهير أن يحضر شاتا. كنت أريد أن أسألك، كيف هي هند وكيف صغيرتها؟ الحمد لله، وأما الصغيرة فإنها جميلة جدا. ما اسمها؟ سكينة. سكينة؟ لا نسمي هذا الاسم كثيرا في قريتنا. أظنه سماها كذلك لشدة سكونها، أو ربما تيمنا باسم والدته أو أحد ما. تحدث إليه يا صخر، إنه يسمعك. أجرك الله يا عم، لا تبتئس. لقد روي أن سهر ليلة من مرض أو وجع أعظم أجرا من عبادة سنة. والعياذ بالله، كيف حال ابنتك؟ الحمد لله هي بخير، إنها نعمة من الله بها علي. أنت صاحب خير يا بني. الحمد لله، لا خيب الله رجاءك بي. اقترب يا صخر،
أيضا أكثر. اسمعني جيدا، هذه أمانة ضاعت، أمانة لي. عافاك الله يا عم، ولا خيب رجاءك بي. الطعام الفاخر كأنه أعد للسلطان أو لقائد الجيش. هو كذلك يا أمي. والحكيم ماذا قلت؟ سأحدثكم عن قصة الطعام وأنتم تأكلون، والآن هيا كلوا ولا تضيعوا عليكم فرصة هذا الطعام الشهي، ولا تنغصوا علي ليلتي. يجب على أبيك أن يعطيني الخاتم، وإلا قلبت البيت بحثا عنه. تقلب البيت؟ ولما؟ أهو لك؟ سأقلب البيت على رؤوس ساكني بحثا عن الخاتم، فالناس في السوق تنظر إلي على أني من كبار التجار، قد صنعت نفسي بنفسي، وعلي أن أدير تجارة أبيك، لكنهم سيتساءلون لما لا يعطيه الخاتم. هل هو كاذب؟ هل هو سارق؟ هل هو خائن؟ ماذا سيقولون؟ وقد يقولون إن ابن زياد سيدير معاملاته بنفسه ويشفى. أحسن الظن بالناس وبنفسك يا ابن عمي. لا أظنه سيعود كما كان. أغلب الظن أنه أقرب إلى الموت. أعوذ بالله، ما الذي تقوله؟ بإذن الله سيتعافى قريبا. أنت لا تعرفين ماذا يجري في السوق وماذا يقولون، ولا تعرفين ما يدور في رأسي. ماذا يفعل هذا الحداد هنا؟ جاء ليصلح نافذة تعطلت. يصلح النافذة بدون أدوات؟ لم تكن النافذة تحتاج كثيرا من الجهد والمادة يا طلع. قل يا سيدي يا أحمق. يا سيدي يا أحمق، اغرب عن وجهي أيها المأفون، اغرب. أتأذن لي يا مولاي بشكوى؟ تفضل يا جعفي. إن الناس يعايرون شيعة آل محمد في الكوفة. فما يقولون؟
يقولون لهم جعفرية. إنما أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه. رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. وأيم الله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا أعز، ولما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء. عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا في عشائركم وصلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم واحضروا جنائزكم. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا. جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. وما قيل فينا من خير فنحن أهله، وما قيل فينا من شر فما نحن كذلك. والحمد لله رب العالمين. نبيت ليلتنا هنا نرتاح وترتاح خيولنا، فالمكان مناسب. ترجلوا أيها الفرسان. يا ابنتي، لقد عوضك الله عن صبرك كل خير، وأريد أن أزدي إليك نصيحة تنفعك في حياتك الجديدة. قولي يا عمّة، ما عشت إن لم أسمع كلامك. انتبهي إلى موضع عينيه فلا يرى ما يسوءه منك، ولا يريبه منك ما تخرجين عن كونك زوجة. أنت الآن من أهله وموضع سره، تقربي إليه بما يحب أن يرى ويسمع، وليكن ريحك عطرا يدخل إلى نفسه سحرا يقربه إليك. أريحي وسادته واجعلي من المحبة رابطا يقوده دائما إليك.
عبيدة. كم أنت جميلة. أنا ضوء أمر زوجي. مرحبا بك في القصر. القصر قيمته بصاحبه، فأي كوخ يجمعنا أجده قصرا طالما أنت تظلل علي فيه. هل يخبرني مولاي بما يحب لأفعله وما يكره لأتحاشاه؟ أحب أن تكوني كما أنت. إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه، فذاك في الدرك الأول من النار. ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذا وعظ عنف، فذاك في الدرك الثاني من النار. ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعا، فذاك في الدرك الثالث من النار. ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين، فإن رد عليه شيء من قوله أو قصر في شيء من أمره غضب، فذاك في الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به ويكثر به حديثه، فذاك في الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول سلوني، ولعله لا يصيب حرفا واحدا، والله لا يحب المتكلفين، فذاك في الدرك السادس من النار. ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلا، فذاك في الدرك السابع من النار. آه يا هند، القصة أكبر من الختم والخاتم. عمي ابن زياد نقل لي كل أملاكه بيع شراء. كل أملاكه؟ يا عم هنا أخذ ورد، أريد الخاتم. لا خاتم ولا خاتم. التي تتجه إلى الكوفة. نعم يا جابر، ما أسرع ما تهيأ هؤلاء لقتال حفيد رسول الله. أتأمرنا بشيء يا سيدي؟ ليس لي من الأمر شيء يا جابر، لولا ما قضى الله تعالى علينا من التسليم لما ورثناه من آبائنا ألا يخرج خارج بعد الحسين لما منعني عن جهادي إياه مانع. ما تقول في الإمام الصادق يا أبا الحسين؟ إن جعفر بن محمد إمامنا في الدنيا والدين، ولا يخفى عليكم ما يفعل بنو أمية في السجون من التعذيب والتنكيل، والله لا آمن على نفسي ولا عليكم. وماذا نصنع يا أبا الحسين الآن وقد توعدنا مع القوم؟ سنخرج قبل موعدنا حتى لا يدركنا جنود هشام. ما الذي يجري؟ وكأن الجند قد مسهم الجن ولبسهم الشياطين. إنهم يوقفون الرجال والنساء ويفتشون في الأمتعة ويدققون في الوجوه.